يهمني الإنسان، ده اسم معرض متفرد بيضم 30 منحوتة، لكن سر تميزه مش ضخامة المنحوتات ولكن صغر حجمها وتميز أصحابها كمان. شخصية تاريخية زي رمسيس وحتشبسوت، رموز فنية وأدبية زي نجيب محفوظ وأم كلثوم، ورياضية وعالمية أيضا. صحيح شاذلي، خلينا نتعرف أكتر على المعرض من صاحبة الفنان التشكيلي والصحفي فادي فرانسيس. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ فادي. يعني في البدايه لو تعرفنا اكتر على بيهمني الانسان، ده اسم المعرض، وخلينا نبدا معاك كمان من الاسم. تمام. معرض بيهمني الانسان هو زي ما حضرتك قلت، هو بيضم 30 منحوته لشخصيات من مختلف دول العالم، من مجالات مختلفه، يعني المجالات الفنيه والادبيه والرياضيه والعلميه، لشخصيات من مختلف العصور. الهدف من المعرض هو ان الشخصيات من مهما اختلفت الثقافات او اللغات، الشخصيات مجتمعه في مكان واحد. فهنا دي الفكره. دي جزء من مشروع انا بداته من 2019، هو 100 شخصيه بالسلطان الحراري. ويمكن انا كنت اتكلمت عنه قبل كده في البدايه في صباح الخير يا مصر من حوالي 3 سنين، كنت يعني في الفترة دي سنة 2020 كانت سنة كورونا. السنة دي كانت نقطة تحول بالنسبة لي في النحت، لأن حصل تطور كبير في المستوى. أنا يمكن من النحت بدأ معايا بالصدفة سنة 2018. أنا بس من عمري 3 سنين. وأنا في الأساس خريج إعلام جامعة القاهرة. الفن بالنسبة لي طبعاً حاجة أساسية. يعني أنت كده بتشجعنا يا أستاذ فادي إن إحنا نجرب إحنا كمان. يعني انا بشوف دايما ان الانسان دوت قادر ان هو يتعلم حاجه جديده. يعني انا بالصدفه الموضوع كان ساعتها كان مشروع تخرج اخويا شادي في كليه هندسه، فانا استخدمت يعني خامه كان ساعتها وقتها كانت زي عجينه السيراميك البيضاء، حاجه شبه الطين الاسود، عملت بيها شكل راس بالصدفه، فلقيت ان انا عندي موهبه في النحت. فبعدها بدات اعمل اشكال حاجات استاذ فادي حضرتك سامعنا؟ ممكن استاذنك بس تغير المكان لان الصوت مش واضح. تمام، انا اسف. اتفضل. طب كده الصوت واضح؟ تمام، اتفضل. فوالدتي الفنانه ميرتا جرجس، يعني انا يمكن نشات وسط اسره فنيه، انا اتولدت في الاسر وعشت يعني وعايش وسط اسره فنيه. يعني الوالد طبعا على المسرح ومهتم بالفوتوغرافيا، والدتي فنانه تشكيليه ومرممه، اخويا مؤلف موسيقي ومخرج، فبالتالي انا وسط اسره فنيه، فحته شجعت طبعا كبير جدا. فوالدتي مسحت خامه السلطان الحراري. الخامه دي يمكن ميزتها انها لما بتدخل الفرن بتخرج بتبقى شبه البلاستيك، فبيبقى سهل يعني العمل يعيش اطول فتره ممكنه. عملت اشكال بسيطه في الاول يعني سنه 2018، شخصيات كرتونيه، لحد ما بدات ان انا اشكل يعني الوجه. اول شخصيه انا عملتها كان نجيب محفوظ. بعده عملت الام تريز، عملت توفيق حكيم. طب انا قلت طب ما ابتدي اعمل شخصيات متنوعه. فمن 2019 جت لي فكره ان انا اعمل 100 شخصيه عالميه بالسلطان الحراري لشخصيات اثرت في كل البشريه. بدات بقى ان انا هنا باختيار ان يبقى من كل قارات العالم. يعني مثلا هتلاقيني عملت ليوناردو دافنشي، اينشتاين، عملت مثلا كونفوشيوس من الصين. يعني شخصيات يعني انا بشوف دايما ان البشريه مهما اختلفت الثقافات او اللغات لكن بتجتمع مع بعض في مكان واحد، وده كان هدف المعرض. الفكره دي يمكن انتشرت في عدد من دول العالم، يعني يمكن غطيتها يعني وكالات الانباء، فيعني نشر عن التجربه دي بعدد من كبير جدا من لغات العالم. فيعني الحقيقه انا شايف ان كمان السنه اللي فاتت كان عندي معرض في بروكلين، عرضت جزء من مشروع ال 100 شخصيه، نادي في الاوبرا، معرض بتاع بروكلين كمان كان بعنوان حول العالم، كان بيضم صور فوتوغرافيه وفن بعمله يعني فن الرسم بالضوء ومنحوتات. لكن المعرض المرضي من الانسان في الاوبرا ده بيضم 30 منحوته، ودول جزء طبعا من مشروع ال 100 شخصيه. انا اوريدي انتهيت من ال 100 تمثال، لكن هو العدد اللي انا عقدته في الاوبرا هو 30 منحوته.
طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الفنان التشكيلي والصحفي فادي فرانسيس، ويمكن زي ما كان حضرتك كده بتكلمنا انه فعلا اي حد ممكن يبتدي يكتشف موهبه عنده في اي سن في اي وقت، بس الفكره انه يقدر ان هو يشتغل عليها. ويمكن كمان حتى حضرتك ذكرت ان هو يمكن موهبتك كمان كبرت اكتر في وقت الكورونا، الوقت اللي كنا شايفين ان الحياه صعبه جدا وما كناش عارفين ايه اللي هيحصل، حضرتك قدرت تتحول فعلا هذا الوقت لمهاره اخرى تكتسبها وتنمي موهبتك. بشكر حضرتك جزيل الشكر مره اخرى.